منها وبسرعة وأقفز، منها من الأوقاف التي في هذه الأزمان من أعظم أبواب البر والأجور، وهي أحيانا لا تكلف ريالا واحدا، ونستطيعها ويستطيعها بعض الأبناء والبنات، يستطيعها طبعا صاحب الهواية. نشر العلم الشرعي ليس بطباعة الكتب، وهذا سنأتي إليه، نشر العلم الشرعي عبر المقاطع الدعوية المخدومة. يوجد بعضنا عنده 20 جروب، تستطيع أن تجعل وقفا، خاصة إذا أخذت أنت المقطع من تلك المحاضرة للشيخ الفلاني شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم ركبتها وفلترت صوتها وجعل لها جرافيك جميل، ثم هذا المقطع دقيقتين أو دقيقة ونصف، ثم نشر، يطوف الأرض كلها. لو تطبع كتاب لن تتجاوز 1000 نسخة 2000 نسخة، ولربما تنتهي وتحتاج إعادة طبع، وهذه جميلة وجيدة سنأتي إليها. لكن المقاطع الدعوية بعض طلاب الثانوي والمتوسط محترف في القص وفي اللصق وفي الفلترة وفي جمال الإنتاج، في جينا في جوالاتنا والواتساب مقاطع ما ندري من اللي قصها. أنا أعرف معاق في الرياض، معاق في الرياض على كرسيه معظم مقاطعه تجاوزت 1,000,000 مشاهدتها، وهو معاق لا يعلم الناس أنه لا يمشي على قدمين، لكنه رتب، صار يأخذ الخام من المشائخ ويبدأ يقص ويستأذن الشيخ هل أبدأ من هنا أو من هنا، ثم إذا قصها جلس يوم يومين طلع المقطع ثم نشره في العالم. والله يا أخي وقف جميل يدور. وميزة الوقف في المقاطع الإعلامية الفيديو، ميزتها أن الذي ينشرها ليس دار نشر، حق النشر لكل مسلم، كل من قال لا إله إلا الله ينشره، بل وقد يهتدي وقد يتوب وقد يعود. ولذلك أنا أقول لبعض الشباب إذا ما استطعت هذه تتعلمها، خذ أنت المقاطع الخام واذهب لذاك بعض طلاب الثانوي عندنا في مسابقات الأفلام القصيرة، يخرج لنا من مدارسنا مخرجين، مو فقط يقطعون، يخرج مقاطع. وبعض بناتنا وأبنائنا عندنا الموهبة، ما قال وأنا أبوك ترى الداعية اللي قاعد يتكلم يمكن نيته يأتيها دخل ولا يؤجر على الكلام الذي قاله، لكن أنا إذا نشرت كلامه أنا اللي يؤجر، أنت الداعية لربما، أو أنه إذا قبل فتكون شريكا معه في الأجر. وهذا من أعظم أبواب الأوقاف في هذا الزمن، وهو مؤثر، بل والله إن بعض المقاطع الإعلامية من الخير والإرشاد إنها تؤثر أكثر من تأثير بعض القنوات التلفزيونية. وفي بعض المقاطع مشاهداتها، وهي مقاطع خير، محاضرات، تلاوات، أدعية، بعضها مشاهداتها أكثر من مشاهدات قنوات فاتحة من 5 سنين وهو مقطع واحد. إذن هنيئا لذاك الذي أوقف للأمة خيرا. ونحن في هذا الزمن صارت الدعوة تستطيع أن تخاطبني وإياك حتى تحت البطانية، وانت متلحف يجيك مقطع تفتحه ويعطيك رسالة تقوم صلاة الفجر مباشرة، وتدمع عينك وتمتلئ وسادتك بالدمع لتأثرك من مقطع، مع ان الشيخ هذا لو في المسجد اللي جنبك وقالوا في محاضرة ما حضرت، والله ما انت بحاضر، لكنه ذاك الذي هندس الخير هذا وقرب الخير لنا، قطعه ورتبه ثم أرسله، وكان التشويق والتغريدة لتسبق جميلة. والله إن بعضنا بعض بيوتنا يستطيع أن ينتج كل يوم مقطع من البنيات والأبناء، والخير واجد، والخام من الخير والمحاضرات يمتلئ بها عالم النت، المحاضرات والخير، كلمة من هنا ودعاء من هنا وتلاوة من هناك إلى غير، وخطبة من هنا وندوة من هنا، أحيانا يكون في الندوة كاملة ما فيها إلا دقيقتين هي المؤثرة، هو هذا يأخذها ويجملها ويصفيها ويضع لها بعض المعالجات، الصورة والصوت، وهذا أمر سهل، برامج تشتريها ب65 ريال وبعضها ب200 ريال ويرتبونها، ضحك المصور لأنه يعرف هذا، ثم بعد ذلك بعد ما ترسل للعالم، أن ترسلها لجروب واحد فقط، جروب واحد، ويقوم جروبات الأرض بنشرها، كل من أعجبه حدد رسل أرسل أرسل. ومنها أيضا تكوين المجموعات الواتسية
إن صحت النسبة للواتساب، الواتسية هذه مجموعات كبيرة وتنشر الخير بعد أن تقصه لهم، وهذا من نشر العلم العظيم.